السلام عليكم متابعي قناة طرزين، مرحبا بمتابعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم طريقه ديال الفصاله ديال الجلابه جبليه، واحد الطريقه سهله جدا، يعني البساطه ديال الفصاله ديال هاد الجلابه الجبليه غتخليكم تفصلوا، حتى المبتدئات غادي يفصلوا الجلابه بطريقه سهله، والفصاله ديالها تتجي مريحه وسهله وما فيهاش تعقيدات بزاف. على بركه الله نبدا. التوب اللي غنفصل عليه اليوم هو التوب ديال الدان. كيف ما تتعرفوا الدان والقطيفه والمقبره عندهم الماء. كيف شنو معنى الماء؟ توب يعني الا وقفتيه من جهه الاسفل تيعطيك لون، ولا وقفتيه من الاعلى ديالو تيعطيك لون. دونك نتوما خصكم توقفوا وتشوفوا الماء اللي بحال مثلا هاد الجلابه خصني يكون عندي الكحل غري، فانا غادي نوقفها من جميع الجوانب ديالي، من الاسفل ديالو من الاعلى ديالو، وغنشوف التوب إن الاتجاه اللي عطيني اللون غري، الاتجاه اللي عيعطيني اللون غري غنعلمو. هنا الجلابه طويتها على 4، هنا كاينين على 4 كذلك، ولكن من اتجاه غيكون مسدود لان الجلابه ما بغيتش نفتحها من القدام. بالنسبه للطول ديال الجلابه غادي نعبر الطول اللي بغيت انا 1.35 سنتيم، وغادي نقطع باش غادي نزول الكمامه والقبعه يبقاو بوحدهم، وهاد الكورساج ديال الجلابه هو اللي بغيت نخدم عليه، عاد من بعد نخدم على الجانب الاخر. هنا عبرت 1.35 في الطول، وهنا دابا غادي نعبر للربع اللي بغيت انا نخدم به الجلابه ككل. هنا خديت الربع ديال القياس ديالي اللي هو 30 سنتيم، زائد زدتو عليه، زدت ليه 4 سنتيم زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. 4 سنتيم لان الجلابه الجبليه كما تنعرفوا راه تتكون عريضه، يعني زدتها 4 سنتيم وزدتها 1 سنتيم ديال الخياطه، دونك عندي الربع ديالي غيكون تقريبا غيكون فيه 34 سنتيم، لان 1 سنتيم راه تدخل في الخياطه. دونك الجلابه غتمشي ب 34 سنتيم في العرض، والطول 1.35. انا عندي الربع فيه 30 سنتيم وزدتو 4 سنتيم زائد 1. نتوما غتشوفوا الربع اللي عندكم وتزيدوه 4 سنتيم وتزيدوه 1 سنتيم ديالكم ديال الخياطه، يعني غتشوفوا الربع ديالكم اللي عندكم ديال القياس ديالكم اللي عندكم الربع، تزيدوه 4 سنتيم و1 سنتيم ديال الخياطه. لحد هنا مفهوم. دابا نقط 35 سنتيم يعني بالخياطه باش نفصل، باش غيبقى عندي 35 1 سنتيم عاد تدخل في الخياطه، غتبقى عندي 34 في العرض ديال الجلابه. غيولي عندي مستطيل العرض ديالو 34 سنتيم والطول ديالو 135 اللي هي الطول الاساسي. هنا علمت، هنا في التنشير لكم علمت، لان الجلابه كيف ما قلت لكم قبل هزيتها وشفت البلاصه اللي فيها غري، فعلمت باش ما نفصلش في الاتجاه المعاكس ويكون عندي اللون بحال فاتح شويه بحال كاشف. البلاصه اللي علمت فيها هي اللي غادي ندير فيها الفصاله ديال العنق. لاحظتوا هذه البلاصه هو الاتجاه اللي غامق، فعلمت فيه. هنا فين غادي ندير عنق؟ البلاصه اللي علمت هي اللي غندير فيها الفصاله ديال العنق باش تكون الجلابه واقفه في اللون الغري ماشي في العكس. هنا خديت 8 سنتيم ودرت التقويره ديالي. الكتف غادي نخليه 34 اللي 35 لان 1 سنتيم غيمشي في الخياطه، وغادي ننزل ب 4 سنتيم 4 سنتيم، وغادي نلاقيها مع البلاصه ديال العنق باش ندير الكتف ديالي تراسي كتف. التقويره ديالكم 24 سنتيم، هاد 24 سنتيم راه اي طاي ممكن يدير، 24 سنتيم راه اي واحد غادي يقدر يلبس هاد الطاي، الام والاس والال والاكس ال كلهم 24 سنتيم راه كافيه في التقويره. غادي نعلم كرانيت هنا باش نعرف فين غادي نخيط لكم، فين غادي نلاقي لكم، وغادي نزول الفائض ديال التقويره ساهل. هانتوما تشوفوا 24 سنتيم هي التقويره ديالكم. غادي ينزل لتحت، غادي نعبر 10 سنتيم عاد بقى ديال الكفافه. كاين اللي ما يكونش متاكد من الطول اللي بغا يزيدو ديك 15 سنتيم، وراه ديك الساعه الا كان زاد عندهم زياده بزاف يزولها. المهم و 25 دابا سنتيم ديال التقويره وكرانيت، 10 سنتيم كفافه، طلع الدر ثاني 25 سنتيم وكرانيت. اذا 25 سنتيم غتكون فتحه و 10 سنتيم غتكون ديال الكفافه. هنا تلاحظوا راني معلمه، لانني يعني منين فصلت
الطرف اللي فصلت منه الجلابة علمت باش ندير فيه التقويرة، والبلاصة اللي فصلت منها اللي قطعت فيها بالمقص علمت تاني الطرف اللي شيطته طول على حسب الكم وعلى حسب القب، علمته باش نعرف باش ما نخطاش ونديرو اتجاه لاخر ويكون عندي واللي عندي الكم مكاشفين. القياس اللي خديتي لكم هو 25 لانني انا ديجا درت تقوير 24، اذا خديت 25 بان سنتيم ديال الخياطه، ولات هي 24 بان سنتيم ديال الخياطه هي 25. دابا غادي ندوزو للطول ديالكم. الطول ديالكم هي الطول ديالكم الاساسي اللي تيكون عندكم دائما اللي 6 سنتيم، قسمت منه المسافه اللي طيحتي بها لكم اللي هي بين قوسين 13 سنتيم، غنوريكم منين جات ديك 13 سنتيم. دابا كيتبعتوا معايا العرض اللي خديت به الجلابه ديالي هي 34 سنتيم، والكتف في الاصل ديالي هما 21 اللي عندي انا في الاصل ديال الكتف، دونك 34 قسم منها 21 عطاتني هاد 13 سنتيم، هو باش طيحت انا الجلابه. اذا 13 سنتيم هو باش طيحت الجلابه، دونك هذيك 13 سنتيم غادي نشد الجلابه الكم الاساسي اللي هو 60 سنتيم ولا 58 سنتيم، غنقص منه ديك 13، يعني الطول ديال الكم الاساسي نقصنا منه المسافه اللي طيحت بها الكم اللي هي 13 سنتيم. ودابا علمت الطول ديال الجلابه. دابا غادي نشوف العرض ديالكم، انا بغيت فيه 22 او 20 سنتيم، المهم عندي 22 ونشوف شنو واش نخلي 20 ولا ندير 22، المهم على حسب الجلابه الجبليه تتبغي لكم ما يكون عريض ماشي مشكل. دابا طلاقي هذه النقطه مع النقطه الاخرى ديالكم وتي كيف تيبان لكم، راه الطريقه راه ساهله. دابا من بعد ما نزلت العبار ديالكم غادي ندوز الفصاله ديالكم، غنخلي 1 سنتيم من هذا الجانب، ومن ناحيه الطول ماشي مشكل راه فيه الطول، يعني 1 سنتيم ديال الخياطه فقط بركه. صافي غادي نكمل الفصاله ديالكم وندوزوا الطريقه ديال الفصاله ديال القب. للاشاره فالبلاصه اللي معلمه عليها في الكم قلت هو الماء ديال الكم، يعني باش يكون تا هو في نفس اللون ديال الجلابه، هو فين درت التقوير، يعني فين علمت فين درت التقوير ديالكم. دابا هنا ندوزو باش نفصلوا القب. القب هاد البلاصه اللي محطوط فيها فوق منها المثلث خص يكون الثوب متني على جوج، غيكون فيه 30 سنتيم، غادي نعبر فيه 30 سنتيم وغادي ننزل بالزاويه قائمه باش ندير 40 سنتيم في الطول، يعني خصني يكون عندي مستطيل الطول ديالو 40 سنتيم والعرض ديالو 30 سنتيم. نعمل الكاري ديالي كامل 30 سنتيم مقابل 30 سنتيم، 40 سنتيم مقابل 40 سنتيم، نقاد الكاري ديالي ومن بعد نبدا نتراسي في باقي القياسات ديال القب. كما سبق لي شرحت 30 سنتيم جهه الثوب اللي مسدود و27 سنتيم هنا غتهبطوا لتحت، غتعبروا 27 سنتيم وغتطلعوا ب10 سنتيم، من بعد غادي تسطروا هاد الباقي ديال القب، يعني من جهه 10 سنتيم تيجي 30 سنتيم غادي تسالوا النقط.